نايم بنص النهار والمجرم داير برار. الجريم بنص النهار والمجرم داير برار. شرطة شرطة عالفاضي قتل الشباب مش عادي. صوت اخوان صوت. شرطة شرطة عالفاضي قتل الشباب مش عادي. دم ولدنا ميش رخيص وين وينو هالبوليس. دمي ولدنا مش رخيص وينو وينو هالبوليس. ودمي ولدنا مش رخيص وينو وينو هالبوليس. وعالشرطة شعبي صاح دم ولدنا مستباح.
كلمة قصيرة للشيخ أسامة، تفضل مشكور لو سمحت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، هناك رسالتان أوجههما. الرسالة الأولى إلى أهل بلدي، أننا نحن كلنا نيابة واحدة، لا يفرقنا أحد، لا يفرقنا إرهاب أو اضطهاد أو مجموعات تسعى لتخريب البلد. فمن قتل نفسا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجميع المجتمعات وجميع من يسكن الأرض يكون لهم عارض الإرهاب، فإما أن يقاوموا وإما أن يسلموا، فيصبحوا عبيدا ويصبحوا صغارا تابعين لأولئك المضطهدين. نحن في طمرة نرفض رفضا تاما ما يحدث من جريمة منظمة. نعم، إنها جريمة منظمة وعصابات منظمة تسير بطريقة منظمة أيضا. والرسالة الثانية إلى الشرطة عامة وإلى مركز الشرطة في طمرة خاصة، أننا نرفض تقصيركم ونرفض ذلك التهاون الذي يحدث عندكم. أهل بلدنا يعيشون خوفا وإرهابا مستمر يوما بعد يوم، وأنتم تنظرون لا تفعلون شيئا. في الأيام الأخيرة حدث إطلاق نار، ثم بعد ذلك إطلاق نار، ثم في نفس المكان ثالثا حرق المكان. عندما يرى أولئك الذين يفعلون هذا الإرهاب أن الشرطة قريبة بمسافة 60 ثانية عن المكان ولا يفعل شيئا، تأخذهم العزة والقوة أننا نحن أقوياء، هاي الشرطة أمامنا ولا تستطيع أن تفعل لنا شيء. أي خزي وأي عار تعيشونه أنتم، أي استهانة. فنحن في طمرة لهذا المركز نستهين به، ونعلم ونقول كلنا أنكم لا تفعلون شيئا. قوموا بواجبكم، قوموا بما يجب عليكم أن تقوموا به، لأن أهل البلد ضاقوا ضرعا بالذي يحدث. سنبقى نقاوم وسنبقى نقف وقفة واحدة حتى بذلك يرسو الأمن والأمان في بلادنا، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك شيخ. نكمل بالهتافات إخوان. يا جماهيرنا انضموا إلينا، دم شبابنا غالي علينا. يا جماهيرنا انضموا إلينا، دم شبابنا غالي علينا. يا جماهيرنا انضموا إلينا، دم شبابنا غالي علينا. شدوا لأمي يا شباب والشرطة من الإرهاب. شدوا لأمي يا شباب والشرطة من الإرهاب. كف بكف وإيد بإيد عن وطننا ما من حيد. كف بكف
الشرطة الفاضة قتل الشباب مش عادة. دم شبابنا مش رخيص، وينو وينو هالبوليس؟ دم شبابنا مش رخيص، وينو وينو هالبوليس؟ وحدي وحدي وطنية نتحدى الصهيونية. وحدي وحدي وطنية نتحدى الصهيونية. اسمع اسمع يا بوليس، الدم العربي مش رخيص. اسمع اسمع يا بوليس، الدم العربي مش رخيص. اسمع اسمع يا بوليس، الدم العربي مش رخيص. وحدي وحدي وطنية شوك بحلق الرجعية. وحدي وحدي وطنية نتحدى الصهيونية. طيب اخوان، كلمة قصيرة اللي فيها بس بدنا نحط الخطوات القادمة اللي ان شاء الله فيها مشاركة للجميع. كمان في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان اخوات ضيوفنا الكرام الجميع، احنا اليوم في الخطوة الاولى، وفي خطوتنا الاولى رفعنا شعار واضح، نعم لاغلاق مركز الشرطة المتواطئة مع العنف والجريمة في طمرة وفي مجتمعنا. وبعد بس الخطوة الاولى، هذا الشعار اخوان للي بيسأل شو يعني بدكم تغلقوا مركز الشرطة في طمرة؟ شو يعني في عنف؟ من جهة ومن جهة أخرى بتقولوا بدكم تغلقوا مركز الشرطة في طمرة. بنقول بدناش مركز شرطة لتوزيع المخالفات. بدناش مركز شرطة صوري. بدناش مركز شرطة للتضييق على الناس. بدناش مركز شرطة لتجنيد شبابنا للشرطة الصهيونية ولجيش الاحتلال الإسرائيلي. اللي بفكر إخوان، اللي بفكر إخوان إنه نفسنا قصير، هو براهن على وهم، براهن على وهم. دم شبابنا مش رخيص، يعني دم شبابنا مش رخيص، ومش راح نسكت. الرسالة الأولى للشرطة، خيارين أمامكم لا غير، إما القيام بواجباتكم وإما انقلعوا إلى غير رجعة. الرسالة الثانية، ما حداش يستهتر فينا وبيقولنا ويقول إن المشكلة مشكلة ميزانيات للشرطة. مشكلة الشرطة هو غياب القرار باجتثاث العنف والجريمة. وبالتالي اخوان، كل الحديث انه قضية ميزانيات، كل الحديث انه ناقصين ادوات، هاي الميزانيات والادوات الموجودة نفسها توصلوا للجناح لما المقتول مش عربي. نفس الادوات ونفس الميزانيات قدرة تشتد جراء العصابات الإجرامية اللي كانت في مركز البلاد. نفس الأدوات ونفس الميزانيات اللي بتمنع وجود سلاح غير مرخص أو مرخص بالنسبة لنا. بدناش إياه، بدناش إياه. وعارفين وين مصدره، ما حداش يتسلع على حدا. مصدر السلاح الموجود بإيدين عصابات الإجرام هو من جيش الاحتلال الإسرائيلي. خلينا نقولها بشكل واضح. وبالتالي اخوان، نحن الان في خطوة احتجاجية اولى، وبقولها بصوت عالي، اللي مفكر انه يقعد بنعيم وبالمكيفات واولادنا بتموت في الشوارع، واهم واهم واهم.
الوطنية، وحدة أهلنا في طمرة، إلا ممنوع نسمح ولا لحدا، لا أسماء مستعارة ولا تهبيلات هون وهناك ولا بعض الشغلات اللي بتصير والتراشق أحيانا بيناتنا. ممنوع نسمح للمغرضين من اللي بده يفرقوا مجتمعنا اللي يدخلوا بيناتنا. المجتمع الطمراوي يا طلع الموجودين من كل الفئات السياسية في طمرة موجودين هون، من كل المجموعات الشبابية في طمرة موجودين هون، اللي بده يراهن يا شرطة اسمعني، اللي بده يراهن على وحدة المجتمع الطمراوي في مواجهة واجتثاث العنف والجريمة واهم مرة أخرى. التغطية اللي بتقوم فيها الشرطة على رش رصاص هون وبعدين رش رصاص على الجار الثاني عشان الجيران يختلفوا ببعض، واهمين واهمين الشرطة ما شاء الله عنها، هاي بالإغلاق السام بتوزع مخالفات شمال يمين سبب وغير سبب. احنا اول ناس ندعو للحفاظ على التعليمات الصحية، بس اللي بيفكر انها تتلخص مهمة الشرطة ببعض الفيديوهات البهلوانية اللي بتنشرها بوسائل التواصل الاجتماعي بترويع الاطفال في البيوت بزت القنابل على البيوت، فشرطه اخوان. احنا لما قلنا ان الشرطة متواطئة مع العنف والجريمة عارفين حالة بالضبط شو عم نقول. بالضبط التقصير تبع الشرطة بيعطي موافقة وضوء اخضر لكل واحد حامل سلاح انه يطلق رصاص كمان مرة، وهذا فرصة ولا شيء ثاني. لا يا اخوان، احنا في اللجنة الشعبية في طمرة قلنا انه هاي الخطوة الاولى، ومواجهة العنف والجريمة في طمرة بتحتاج لتضافر الجهود من كل اهالي طمرة، وبالتالي الخطوة الاولى اللي رح نعملها بعد هاي التظاهرة تشكيل لجنة اهلية واسعة تشمل ائمة المساجد، مختصين، مجموعات الشبابية في طمرة، وكل اهل طمرة اللي بدهم يجوا، ونحط كلياتهم مع بعض، والمجموعات السياسية المختلفة، حط كلياتنا ايدينا بدن بعض، ونواجه العنف والجريمة في طمرة، بنحط خطط، كيف بدنا نضغط على هذول المتعاونين مع الاجرام من خلال تقصيرهم، نضغط عليهم انهم يقوموا في واجبهم، نضغط عليهم غصبا عنكم انكم تقوموا في واجبكم. اللي بيفكر انه عملنا معروفيه بانه يجي ويحفظ الامن والامان في طمرة او في مجتمعنا بشر، غصبا عنك واجبك انك تحفظ الامن والامان. احنا اصحاب البلد الاسطانيين، قاماتنا مرفوعة، من ساومش على دم شبابنا، من ساومش عليه، نسكتش عنه، واللي بيفكر انه رح نسكت واهم كمان مرة. خطوات اخوان، الخطوة الثانية هون وين احنا واقفين لسا، خيمة اعتصام رح نعلن عنها امام مركز الشرطة لحد ما تتحركوا. سمعني منيح، سامعين منيح، غصب عنكم تتحركوا وتجتثوا العنف والجريمة في طمرة. خطوة اللي وراها مش واقفين بس بدها نفس اخوان، اذا منيجي 10 بنفعش، اذا منكون 50 بنفعش، بدها نفس طويل. خطوة اللي وراها مظاهرات امام مركز الشرطة اللوائي في الناصري واللي في اي مكان ثاني، مكملين وراح نعلن عنها قريبا. ميثاق مجتمعي ويحتوي في طمرة منوقع عليه كلياتنا، متكاتفين لمواجهة العنف والجريمة، لأن احنا هيك فعلا، بس من خلال هاي اللجنة الواسعة اللي حكينا عنها مننظمها ومنرتبها وبتكون مساهمة للجميع. الرسالة الأخيرة لا كل اللي موجودين الطخيخة نسميهم، كل الموجودين بعالم الإجرام، بهمناش شو الأسباب اللي ودتكم لغاية، ما
رسالة واحدة لإلكم، هاي اليوم حضور تمثيلي لأهل طمرة، بالرغم من الجائحة الموجودة، بالرغم من الإغلاق، بنقولكم عودوا إلى حضن أهل بلدكم، عودوا إلى حضن أبناء مجتمعكم وشعبكم، كونوا معنا، ما تكونوش مع اللي بتلبس فينا، اللي بخلي الأمن والأمان في مجتمعنا يتزعزع بقدم خدمة للأسرى، اللي بخلي الأمن والأمان في مجتمعنا يتزعزع بقدم خدمة لا اللي بيجوا زي بالأفلام بعد الجرائم، زي ما شفنا امبارح في طمرة ثلاث مرات اطلاق نار على واحد المحلات قبل كم يوم، اطلاق نار على المؤسسات على البلدية على الناس، اي اعتداء على اي طمراوي هو اعتداء علينا كلنا، اي اعتداء على الملك الخاص لاي طمراوي هو اعتداء علينا كلنا، اي اعتداء على الملك العام على المؤسسات العامة هو اعتداء علينا كلنا، واللي بده يفرقنا يا شرطة بتفكروا باستهتاركم تفرقوا اهل الطمرة، بنقولكم فشرتوا فشرتوا. فاخوان احنا مستمرين ان شاء الله بهاي الوقفات الاحتجاجية وبالتصعيد بالوقفات الاحتجاجية وبخيمة الاعتصام وبكل النشاطات اللي بنقرها باللجنة الواسعة اللي حكيت عنها، بدنا نكون مستعدين، بدنا نكون مستعدين، واللي بيراهن على نفس اهل الطمرة نفسنا طويل، نفسنا طويل، وبتشوفوا الايام جاي نفسنا طويل جدا، ومشغولين وملزمين تقوموا بواجبكم يا شرطة. يعطيكم العافية اخوان.